غادي نخيط معكم هذا السروال ولافيز ديالو اللي فصلت معكم. هنايا راه حطيت السنسله دزت عليها بالخياطه حيت ما كنتش غنصورها، حاطه واحد الفيديو ديال الطريقه ديال هاد السنسله وقلت نصور لكم هذه لحساب باينه جايه هي هذه في السنسله في الكحل وهذا اللون هذا قوي. غادي ندوز هنايا قلت لكم الخياطه وخليت واحد السنتيم هنايا سنتيم بعيد على هاد السنسله من هنا ومن هنا. دابا غنهز داك السنتيم وغنردو، تخليو سنتيم ولا حتى سنتيم ونص، غادي ردو هكا على السنسله. هانت شديت من هنايا من هاد البلاصه هادي وغنشد من هاد البلاصه هادي وغادي نردو على السنسله بحال اللي غادي نغطيها. غنغطي هاد الجوي هادي باش ما تبقاليش باينه بزاف هكا، وغندوز بالخياطه هنا على هاد الحرف ديال الثوب. غنجيب الجهه ديال اليمين نحطها هكايا بهاد الطريقه هادي. قدها من هنا وغادي نخيطها، غنخيطها حد هنايا عند هاد البلاصه هادي، غنبعد على هاد البلاصه اللي كتكون عندي هنا فيها الحديده، اما كنبعد عليها هنا لتحت اما كنفوتها ونخليها هنايا. انا هادي غادي نخليها من الفوق ما غندوزش عليها من هنا، غندوز عليها من هنا من التحت. الا كانت السلسله طويله يمكن لكم تدخلوا هنايا، حيت انا عندي السلسله هنا قصيره شويه. وغادي نخيط حد هاد التعليمه اللي درت. هنايا هاد البلاصه هادي غادي نشدها هنايا بالخياطه، غنشدها هنايا هادي ديال اليمين مع هاد الجهه هادي السلسله اللي بقات لي هنايا، نجيبها هنايا هنا راه خيطتها ها الخياطه فين دايزه. غادي نجيبها دابا غادي نغطي هاد البلاصه هادي هادي، اشد هادي ندوز هكا نجي من هنا واحد 3 سنتيم ولا 2.5 كندوز عليها هكا. هذيك الدوره اللي كتكون عند السلسله هنايا كنجيبها هكا وندور هنايا. غادي نقلب من هذه من الجهه ديال الكفه، غادي نحيد هذه باش ما نخيطش عليها من الفوق، غادي نقلبها هكا. هنا نشد بالبانكا الا خفتي تخسر لي ولا شي حاجه. هذه غادي نحيدها حتى نوصل لهاد التالي كاع هنايا، باش نوصل للتالي نخيط عليها واحد شويه هي هنايا في هاد البلاصه هادي. هادي نخليها محيده ما ندوزش عليها بالخياطه.
مشتو. هذه هي السلسله ديالنا. هنا شديناها غير من هنايا فهاد البلاصه، خيطنا هاد البلاصه هنايا باش ملي نحلو السلسله تكون عندنا مغطيه هنايا، ما تكونش كتبان. صافي هاد الزوائد هادو غادي يتحيدو، وغادي نلصقو لهنا داك السمطه اللي دايزه. هادو الجياب نحيدوهم، راني طراسيتهم معاكم ملي كنت كنفصل. هادو جوج قطع تا هما ديال الجياب غنحيد لهم هاد. غادي نخيطو من هنا من الجناب، هاد الجنب هذا وهاد الجنب هذا، عاود نلاقيه من هنايا ونولي نعاود نضرب له السورجي، عاود نجي لهنايا هاد الخياطه ديال الحرده ونلاقي هاد الخياطه هادي، وبس الخياطه هادي ديال الحردات بجوج هكا تجي وحده قبلت وحده، نشد من هنا بالخياطه، نبدا من هنا من النص ونمشي مع هاد الجهه هادي، ونولي عاود نرجع نبدا من هنا ونمشي مع هاد الجهه هادي. نبدا معاكم من هنايا، هنا غادي نحدد هاد الباندا اللي غتجي في السروال، داك السمطه اللي غتجي من الفوق هكا شاده جهه الحزام، غندوز لها الحداده. داك الخياطه اللي عندي في الوسط نحلها هكا بالميكوات، صافي. وغادي نطوي سنتيم ديال الخياطه بحال هكايا سنتيم، وندوز عليه بالحديدة. هكا غنمشي معاه كاملة طوي سنتيم، هاد البندرة صوبتها من هاد الجهة ومن هاد الجهة. دابا غنجي لهنايا غنحيد هاد الزوائد اللي عندي هنايا، هاد الجهة اليمين غنخلي خارج واحد 3 سنتيم على حساب العين ديال الصدافة، غتكون في هاد الجهة هادي الجهة ديال اليمين، غنخليها خارجة وندوز عليها بالخياطة
نشد هكا. الا بغيتو ديروا البانكات دوروه كامل بالبانكات حتى تبداو الخياطه، شدو هكايا. غتاخدو هاد السنتيم اللي حددتو، وهذا السروال غتاخدو منو سنتيم. الخياطة غندوزها هنايا في هاد البلاصة هادي هنا. هنا راه ما شرحت لكمش، هنا هاد الباندار درتها من الجهة ديال من الداخل، من الكفة ديال السروال. هذا هو الكفة ديال السروال، وهذا الكفة ديال الباندا، ها الوجه ديالها درتها هنايا عند الكفة. باش مي غادي نقلبها غادي نجي نخيط، غنخيط من هنا، غندوز الخياطة من جهة الوجه باش تجيني مفينية من الداخل ومن برا. هنايا كنوصل هاد الباندا هادي حتى لهنايا، كنخلي هاد السنتيم باش غادي نخيطها. غنقلبها هكايا، هدا هو الوجه ديالها، غادي نقلبها في النص وغندوز عليها بالخياطة من هنايا. غادي نقلبها غندير لها هكا. انا خيطتها من هنا من الداخل، غادي نقلبها. وهذا الخياط وهذا السنتيم اللي عندي هنا اللي خيطت غادي ندخله لداخل، وغندوز بالخياطات. الخياطة اللي دوزت هنا غادي نغطيها ما نخليهاش كتبان، وندوز هنايا على التالي كاع هنايا. صاوب الجهه الاخرى هاد هاد 3 سنتيم اللي خليت هنايا، هادي غتبقى خارجه هنايا. قلت لكم غتكون فيها العين ديال الصدافه. هنايا غادي نحشي هاد السنتيم هذا، غادي ندخلو لداخل وغندوز عليها بالخياطة. غنبدا من هاد الجيب، هدا هو داك السنتيم اللي طويت من الجهة الأخرى، غنطويه باش يجي هو يساعدني مين كنكون كندوز الخياطة. كيما شفتو هانتي مطوي راسو، أنا غير غنشد هكا وغندوز بالماكين. مسو الخياطه كتجي على الحاشيه على التالي. ومن الداخل تجي فينيا هذا هو السروال.
غندير له صدافه هنايا ولا ندير جوج، ندير وحده هنا وحده هنا باش الا جا كبير تزيد الصدافه تشد هنايا. هذه هي الباندا اللي بغى يزيد لها خياطه وحده اخرى هنايا يدوز لها الخياطه على التالي. انا ما غنزيد لهاش الخياطه صافي، راه الثوب عندي واقف هنايا ما يحتاجش. نتمنى يكون الشرح باين صافي. دابا بقى لي فيه غير لوغلي من التحت، دوز له 3 سنتيم ديال لوغلي من التحت، فدرت له السورجي، سورجيتو كامل من الداخل.